فراغ دريس، بيقولوا له فراغ دريس، هذا صغير في قصير فلوفلو من هون ظهر مفتوح غير شكل، لانه ما بحب سيارتك شو لونها؟ سوداء. ليه مش اورنج ولا لا لا بكثر الطبيعه الشمس الصفراء. بتعرفي شو؟ انا قلت اول صفين لازم اجي لابس الوان رايقه شو لانه احسن مخزقه. انت اعظم يعني؟ انت اعظم؟ يي 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 شو جاي بعدين؟ توداي بعدنا رايقين ما بدي حرام بعدين شوي شوي لا يلا درجة بليز يا درجة بليز درجة درجة نعلى بعدين جايين بابيونيه دو بوتاي يقبرني شو بحبها للبوتاي شو؟ حتجي على البرايم اكيد جاي انا اي اولويز هاف تو وير بوتس انا ماني طويل هيدي بلبنان هاي لابسها من فوق هيدي لا جبتها من لندن هيدي حبيبة قلبي هالقميص لانه ليك شو هالقد كثير حلوة اصلا بتعقل ليك ليك كيف ما بحرك بتضلها واقفة مثل التمثال انتي جبتها من لندن شوفي لازم تكون القطعة مظبوطة ياسك شوفي شو بتطلع حلوة لا بيهلكني بيضحكني جدا ثلاثة ايش؟ استني اسمه ايه؟ كريستيان تعرفي شو يعني ستايل 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 هديك ستايل هدوك ستايل زينة نيو انتري حزينة حزينة ستايل تعرف شو؟ انا بفوت ب ميجن زينة حزينة شوف كيف هيك ستايل مش ستايل هجيب لك بومبا مين عم كيف انا اشوف حلو حلو بس مش قادر مش عارفه هو ازاي ساب ده ساب قلبه حلمين. ومشي هو مشي ما هيديك واحده ثانيه وفي واحده سودا ازاي سابهم ومشي بحب اقلده بحس ان هو فنان لازم يعمل كليب لازم يعمل اغنيه لازم يعمل حاجه ليه كاركتر كده بقى شددني بحب اعمل زي ما هو بيعمل ومن فن التصميم والفاشن الى فن التصوير الفوتوغرافي وهالمره مع الفوتوغرافر نادين اشقر نادين أشقر فوتوغراف عنا اليوم شوتينج لميشن فاشن نقينا تعمل كولور رح نشتغل على كولور بين الباك جراوند وبين التيير رح نصور حبيت صور البنات لأنه بروفيشنال بحب صور الناس بروفيشنال أنا كنت فرحانة برشا فريمون نسيت لي أنا نوميني نسيتني فريمون دخلتني في الجو دي أكثر حاجة أنا بحبها في حياتي التصوير مبسوطة ان احنا عندنا النهارده صور دي اكتر حاجة بعرف ادي فيها مستنيين بقى نشوف الصور هتطلع ازاي خليكم تشوفوها معانا On a eu des poses vraiment à la mode et je suis contente de ma robe parce que le designer m'a fait les super graphiques avec des couleurs que j'adore, j'étais super à l'aise. Yeah.
ماذا سيقول السفير جوني عبدو لمايش دياق؟ ماذا عن تفجيرات الشمال وتفجير دمشق؟ إلى أين سيؤدي التنسيق الأمني مع سوريا؟ وماذا ستغير العلاقات الدبلوماسية؟ ما هي أخبار المحكمة الدولية؟ وهل ستسلح الولايات المتحدة الجيش اللبناني؟ بكل جرأة مايش دياق تفتح هذه الملفات مع السفير جوني عبدو مباشرة من باريس الثلاثاء 8:30 مساء CET 10:30 بتوقيت السعودية على LBC يوروب. حلقة جديدة من ميشن فاشن تشاهدونها بعد قليل. محمد عصمت مشترك ديزاينر ورأيه بهالمجال يؤخذ دائما بعين الاعتبار، إنما هل معقول يكون لرأيه نفس الاعتبار لما يتوجه للمودلز؟ اسمعي هي بتعرفي تونس، بتعرفي جماعة عندي لقب أحسن عرض أزياء في تونس سنة 2000 ما شاء الله. فما تتكلمش معاه، مش بروفيشنال في المخ، يعني الجوري مش عرب يعني إيطاليين يعني إيطاليا يعني شافوا الفيزيك وشافوا شويه المارش شويه. اما كمان يعني ديما تحسن ديما ما احسن. لا انتوا بصراحه تحسنتوا قوي النهارده. مين اللي ما عجبك؟ اللي ما عجبنيش زي اول يوم ما سيرينو ومروه، والله النهارده عجبتني. هي عملت كده بروجرس عجبتني. فعلا عجبتني جدا مروه. مين تاني ما عجبنيش النهارده؟ والله مفيش غير بس يعني حسيت ان هي ما تحسنتش. تحسنت انا بس مين شكون تحسنت؟ انا تحسنت بس مش قوي قوي زيكم. كلكم تحسنتوا، كلكم تحسنتوا. انت طبعا زي ما انت كنت كويسه جدا اول مره. بصراحه قولوا لها يا جماعه فاهمين يعني انت من الاول باينه ما فاهمين الفرنساوي، احنا بنتكلم بالعربي. هي مش عارفه تفهم الفرنساوي. يبدو أنه مهناز قربت تنهي فستان النومينيشن وموضوعه الكيمونو دريس أو الزي التقليد الياباني، وكل أمل أنها تنجح بهالمهمة. بالتوفيق يا مهناز، وخلينا نشوف كيف طلع الفستان. حلو محمد. بصوا يا جماعة والله عاملة شغل جامد جدا. ولا أنا دايما جامدة. والله العظيم يا أشوف مروة وريني من المودل تبعك. مروة نوميني مروة بس في مكان بس عشان بس ولا شيء. لو عملتي الحزام بينك بينك عندي بينك، حطي بينك لازم يبين الحزام علشان الأب أخاف إني يعني نو ذس إز جابانيز، لازم تعملي ميكس بالألوان. كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر، كلام الناس ملامة وغيرة مش أكتر أكتر. يلا رأي حلو. وليه حبيبي نسمعهم وليه كملوا رأي. يلا رأي هتعوها لبسي بيجامة تحت ما حد رأي. شفتي كيف بينك أحلى؟ بينك حلو. صوت لي صوتني لك كله صوتني. اسمعني مروة اكتزراك شوية عادوية سرخاتي تفكيرك شوالي دماني من الأول مانيش مسينسة وكل شيء ما سابقا يا ما تايي تاو السينسة.